واحدة بتقول انا كنت نادرة سمع وسألت اب اعترافي احضر السمع ولا اضع ثمنه في الكنيسة، فقال لي في سمع كتير في الكنيسة، والكنيسة محتاجة فلوس، مادام انت نادرت نادر ليه تشككتي ورحت تسألي اب اعترافك؟ تقولي له اجيب السمع ولا الفلوس؟ مادام نادرت ليه بتتشككي؟ اهو قال لك هاتي فلوس. تعملي ايه في النذر بتاعك؟ سؤال اقوله لك تاني، هل انت نذرت الشمع للكنيسة دي بالذات ولا شمع وبس؟ ان كانت الكنيسة دي مش محتاجة الشمع، قدم الشمع لأي كنيسة اخرى محتاجة. انا دايما من رأيي ان النذر لا نغير فيه ولا نبدل ولا نتأخر ولا نلغيه، اتفاق بيننا وبين ربنا زي ما خرج من فمك تنفذه. انت بتاعت الشمع؟ بتقول ايه دي؟ مش سامع دي بتقول ليه؟ شوف عايزه ايه بس بدل ما نضيع وقت. هيشوفوها عايزه ايه. بس لو كل واحد عايز حاجه يقعد يزعق لنا كده في الاجتماع هتبقى حكاية صعبة خالص.